هاي بالشتوية بيكتروا سهرات تشيز ان واين أو عرايس الجبنة المسخنة. تعرفوا إنه اليونان هو أكتر بلد بيستهلك جبنة بحسب عدد سكانه؟ كل يوناني بيستهلك أكتر من 23 كيلو سنوياً. بقية من الجبنة اكتشفت بمصر القديمة وبتعود لأكتر من 4000 سنة. تشيدر تشيز هي أكتر جبنة تستهلك بأمريكا. تستفيدوا من كل طعمة الجبنة وقت تكون على حرارة معتدلة. لتعملوا كيلو من قالب جبنة انتو عايزين تقريباً 10 لتر من الحليب. الولايات المتحدة هي أهم بلد لإنتاج الجبنة بالعالم، وأحد مطاعم البيتزا العالمية بيستعمل 140 مليون كيلو من الجبنة بالسنة. بعض أنواع الجبنة بيتم حفظهم لسنة أو أكثر قبل ما يتم استخدامهم. عايم الرومان كان عندهم غرفة خاصة غير المطبخ لتحضير الجبنة بالبيت. تعرفوا أنه الجبنة الصفراء فيها وحدات حرارية أكثر من الجبنة البيضاء؟ والجبنة اللايت مصنوعة من حليب خالي من الدسم. مين قال أنه اللبنة من أطيب الأجبان؟ أنا قال بشوفكم بكرة.